باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى أبد الآباد كلها آمين. كل سنة وأنتم طيبين. الأحاد بتاعت شهر أمشير المبارك، دايما شهر أمشير بيجي دايما فيه الصوم الكبير، فغالبا ما بنكملش الأحاد بتاعت الأناجيل، بتاعت الأربع أناجيل بتاعت شهر أمشير. فبالنسبة لأحاد شهر أمشير، الكنيسة عايزة توضح لنا مفهوم واحد بس، هو مفهوم الشبع الروحي بالسيد المسيح. يعني احنا هنخش بقى على الصيام الكبير، لعل الشعب يبتدي بقى ايه، بعض منهم يبتدي يقول هنخش بقى في 55 يوم، يعني هيبقى فيها جوع وعطش وهيبقى فيه جوع كتير. فالكنيسة عايزة توضح لنا ان الكنيسة عايزة تركز على الشبع الروحي، انما الطعام الجسدي ده فهو ايه، طعام هيزول. علشان كده الكنيسه وضعت لنا، لو جينا تتبعنا كده احاد شهر امشير، هنلاقي ان الخط الروحي كله بيتكلم عن سر الافخارستيه او عن مائده الرب، يعني الطعام الروحي اللي ربنا بيديه لشعبه وبيغذي بيه شعبه. ففي الاحد الاولاني كانت القراءات كلها بتتكلم عن يوحنا 6، ويوحنا 6 دي كلنا عارفين ان هي فيها الجسد والدم، وفيها الاشارات جامده عن جسد ربنا يسوع المسيح والمن الذي نزل منين، من السماء. وبنسمع فيها عتاب، عتاب من السيد المسيح، وهو بيقول لنا، كان بيقوله للجموع العتاب ده، بيقول ان انتم، قال لهم كده، قال لهم أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. السيد المسيح بيلوم الناس ليه؟ لأن هدية اتقالت بعد معجزة كبيرة السيد المسيح صنعها، إن هو أشبع 5000 نفس من 5 ترغفة وسمكتين. فبقت الناس كتيرة كلها بتروح للسيد المسيح، لأن خلاص الناس بقى لاقي أكل ببلاش يعني. فقالوا بقى نروح بقى عشان احنا هنلاقي الاكل من غير ما نتعب، مش غير ما نشتغل، من غير ما هنعمل. فعشان كده السيد المسيح قعد يوجه ذهنهم ويقول لهم ان انتم بتطلبوني عشان انتم اكلتم من الخبز فشبعتم، لكن ده شبع جسدي، لكن ابحثوا عن الشبع الروحي. فقال لهم الحل ببساطة كده، انكم اعملوا لا للطعام البائد، الطعام ده جسد ده هيروح وبائد، بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان. واضح جدا ان الكنيسة بتركز في الإنجيل بتاعها في الحد الأول عن الشبع الروحي، مش بس الأكل الجسدي، لكن احنا عايزين نتقرب لربنا عشان نشبع منين، من كلمة الله اللي هي الإنجيل، ونشبع من ايه، من جسد ودم السيد المسيح. والكنيسة في الحد الثاني وضعت لنا المعجزة بقى بتاعت ال5 خبزات ايه والسمكتين. والكنيسة برضو عايزة تتأكد ان ربنا يسوع المسيح قادر ان يشبع كل احتياجاتي. الانسان محتاج احتياجات جسدية، احتياجات نفسية، احتياجات روحية. الجسد هيشبع بالطعام، والنفس هتشبع منين؟ من الحب، بالعواطف. وربنا اظهر هذا الحب والعاطفه لما تحنن على الجموع ولقاهم ان هم خلاص صايمين وهيخوروا في الطريق، راح عمل ايه؟ عمل صنع لهم معجزه ال5 خبزات والسمكتين. والروح عمرها ما هتشبع الا بمين؟ الا بربنا، لان الروح البشريه دي اساسا عباره عن ايه؟ نفخه من الله. فاحنا عمرنا روحنا ما هتشبع غير بمين؟ غير بربنا. عشان كده نلاقي الجموع شبعوا وابتدوا يمجدوا الله. فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. الحد الثالث النهاردة هو حد الإفخارستية، نعمة الحياة. والكنيسة عايزة تجاوب على سؤال مهم، إزاي بقى نشبع روحيا؟ ازاي احنا المفروض داخلين على فترة الصوم الكبير، والمفروض ان احنا هنفتكر ان احنا هنجوع، لكن في الحقيقة احنا بنجوع جسديا، لكن بنشبع ايه؟
روحيا. الجسد يشتهي ضد الروح، والروح يشتهي ضد الايه؟ الجسد. الجسد عايز يخلينا نبقى موجودين في الارض، الروح عايز يطلع فين؟ في السماء. فالكنيسة وضعت لنا النص بتاع يوحنا 6 من آية 27 لغاية آية 46، وسمعنا صوت ربنا النهاردة وهو بيقول لنا أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي لا يجوع. ونحط تحت كلمة لا يجوع دي كم شرط؟ 1000 شرط كده، 1000 خط تحتيها، فلا يجوع. ومن يعطش ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. فالكنيسة عايزة تركز هنا على إيه؟ على الشبع الروحي، عن طريق إن إحنا نتقرب أكتر إلى الأسرار المقدسة، جسد ودم السيد المسيح. وفي الحد الرابع من شهر أمشير اللي ما كانش لينا نصيب إن إحنا نقراه النهاردة، كان بيتكلم عن التطبيق العملي لقصة الشبع. النفس الشبعانة تعمل إيه؟ تدوس العسل، والنفس الجعانة كل مر حرو ليها. فالكنيسة وضعت لينا إنجيل كان هو إنجيل زكا رئيس العشارين. وكان زكا رئيس العشارين دون غنيا في الأصل، لأن الحكومة الرومانية، مين هم العشارين دول؟ العشارين دول كانوا عبارة عن جباة للضرائب أو الجزية. الحكومة الرومانية ولتهم على مين؟ على اليهود، عشان تاخد منهم الايه؟ الجزية والجباية. فكان الحكومة الرومانية بتحط واحد غني، بحيث ان الغني دون لو ما قدرش يجمع الفلوس يقدر ياخدوا ان هم ايه؟ الفلوس، يبقى هم كده ضمنوا فلوسهم سواء من الغني او رئيس العشرين ده. فكان زكا ده كان رئيس العشرين، وكان قصير قصير القامة، وهنا قصر القامة بيدل على الإرادة الضعيفة، وأي إنسان خاطي فينا بتكون إرادته ضعيفة. ولكن نلاقي إن زكا عمل إيه؟ جري وطلع على الشجرة، شجرة الجميزة، وابتدى حب إن هو يشوف مين؟ ربنا يسوع المسيح، لأنه سمع عنه عن الآيات. وهنا الكنيسة بتحط لنا التطبيق العملي للإنسان اللي هيشبع روحيا. تخيل واحد قعد يجمع في أموال طول حياته، وفي الآخر خالص كل الأموال اللي جمعها دي ابتدى يعمل فيها إيه؟ وقف كده لربنا وقال له يا رب أنا كل الأموال اللي جمعتها دي لو أنا وشيت بأحد هعمل إيه؟ هرده 4 أضعاف. وابتدى يعمل التطبيق العملي، ينفذ التطبيق العملي اللي الكنيسة عايزة تعرفه لنا، إن إحنا خلاص طوبى للرحمة على المساكين، فإن الرحمة إيه؟ تحل عليهم. كل سنة والطيبين. الحد اللي جاي هيبقى حد رفاع الصوم الكبير. عشان كده الكنيسة بتاخد تسلسل الأحداث بتسلسل روحاني. فالكنيسة عايزة تركز على الشبع الروحي. نشبع ازاي بقى روحيا؟ لما الإنسان يصوم ويدخل إلى مخدعه، وما كانش بيصلي ابتدى يصلي، أو كان بيصلي بس كان بيصلي كما لقوم عادة. فاكرين زمان لما كنا بنعمل النوتة الروحية؟ أنا صليت باكر، صليت غروب، صليت نوم. فممكن الواحد يكون بيصلي إيه؟ عشان يعمل صلبان بس في النوتة الروحية، لكن ملوش علاقة حقيقية مع شخص ربنا يسوع المسيح، يعني لسه مش شبعان. تعالوا بقى لفترة الشبع الروحي كله، وخزين العمر كله، وخزين السنة كلها هيكون موجود فين؟ في فترة الصيام الكبير. يمكن بعض الناس تقول ايه ده؟ ياه ده الصيام الكبير ده طويل، 55 يوم، ده احنا هنجوع فيه، خلاص اصوم من نصه. اللي هيصوم من نصه دون مش فاهم الكنيسة ليه وضعت قراءات حد الاحد، اناجيل احد شهر امشير. لسه للأسف معرفش، ما وصلهوش المفهوم اللي الكنيسة عايزة توصله لنا. الكنيسة عايزة توصل لنا ان احنا لازم نبتدي من الأول، لازم نبتدي من أول الصيام بجدية. ليه؟ لأن هيبقى فيه تجارب. والإنسان الشبعان بربنا، والإنسان اللي قدر يخش المخدعه وقدر إن هو يقرأ من الكتاب المقدس ويشبع من كلمة ربنا، هو الوحيد اللي هيقدر إن هو يقف أمام التجارب بإيه؟ بكلمة ربنا.
زي ما السيد المسيح في التجربة على الجبل، لما جه الشيطان يكلمه قال له مكتوب مكتوب مكتوب. يبقى ربنا كان بيحارب الشيطان بإيه؟ بكلمة الله. كل الثلاث تجارب اللي ذكروا في سواء في متى أو في لوقا عن التجربة على الجبل كلهم موجودين من سفر الإيه؟ من سفر التثنية. فكنيسة عايزة تقول لك خلي بالك عشان تقدر تصوم صيام الكبير وتطلع منه بفايدة عظيمة، لازم تشبع بكلمة ربنا عشان تقدر تواجه مين؟ التجارب، سواء شهوات الجسد، شهوة العيون، تعظم الإيه؟ المعيشة. ربنا قادر أن يدينا أن احنا نفهم ونعمل في الفترة اللي جاية في الصيام الكبير، وإلهنا المجد الدائم أبديا أمين. أغنية خدوم اسميني اسو وابتبايو بيوي بيوي.